معنا من كييف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية السيد مكسيم يالي. أهلا بك سيد مكسيم، معنا على سكاي نيوز عربية. سيد مكسيم، استمعنا طبعا لحديث الرئيس زيلنسكي، هو حديث طبعا معاد عن مسألة ضرورة النصر، لكن اليوم هو أيضا يتزامن مع إعلان مساعدات أمريكية كبيرة، قال المراقبون أنها تسعر نار الحرب في هذا البلد. كيف سيكون شكل المرحلة القادمة باعتقادك مع كل هذا الخطاب المتوتر؟ مرحبا جميعا وشكرا جزيلا على استضافتي. أولا أنا لا أتفق معكم أن هذه المساعدات ستؤدي إلى جعل الحالة أسوأ. نحن بحاجة إلى أسلحة إضافية لتحرير الأراضي الأوكرانية، وحتى مثل هذه المساعدات التي تم الإعلان عنها ستصل إلى أوكرانيا بأسرع ما تتوفر، ولكن ليس أقل من أسبوعين. أنا لا أتكلم عن المساعدات الألمانية، فنعرف أن كانت ألمانيا قد وعدتنا بإمدادنا بدبابات ونظم جوية، ولكن لكنها ترددت في فعل ذلك. ونعرف حتى في ألمانيا تمت انتقاد المستشار الألماني بأنه لا يعتمد على الوفاء بوعوده، لكن نحن نأمل بالحصول على مثل هذه المساعدات لأنه في الأشهر المقبلة الوضع سيكون حيويا جدا بالنسبة لنا جدا، ولا سيما في منطقة دونباس، ولكن أيضا في جنوبي أوكرانيا حيث القوات الروسية تركز جهودها وتعمل على الحصول على مرافق إضافية، بالإضافة على زيادة إطلاق الصواريخ من هذه المنطقة، وذلك من أجل تدمير مدننا السلمية. هذه ليست بعملية عسكرية خاصة، فإذا نظرنا إلى ماريوبول في جنوب البلاد نعرف أن هذه المدينة قد دمرت، ونعرف أن القرى والمدن الصغيرة أينما دخلت إليها القوات الروسية تدمر. سيد مكسيم، دعني أتداخل معك. يقول المراقبون هذا الارتماء الكامل في الحضن الأمريكي والأوروبي من قبل القيادة الأوكرانية الرئيس زيلنسكي هو سيؤدي إلى دمار هذا البلد بشكل كامل. معركة أكبر من أوكرانيا بين واشنطن والكرملين. هل تعتقد سنستمع إلى صوت العقل، وجود مباحثات سياسية مهتمة، وأنت أستاذ علاقات دولية يعني في هذا الإطار بين الجانب الأوكراني والروسي، إنهاء المخاوف الروسية من مخاوف الأمن القومي وما شابه، هل هذا وارد خلال الفترة القادمة؟ It will not happen because ذلك لن يتحقق لأن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي لا يستمع إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كان يحاول طمأنته العام الماضي للوضع لتطبيق اتفاقات مينسك، ونعرف أنه طلب منه عدم المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، وذلك قبل أيام من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نعرف أن السيد زيلنسكي يستمع إلى من إلى محيطه، الشعب الأوكراني متحد ولا يريد الاستسلام، لأنها بالنسبة لنا هذه حرب وجودية، لأن نعرف أن الهدف الأساسي الروسي هو احتلال أوكرانيا وتدمير هذه البلاد، وهذا يحصل دائما ما إن تحارب أي دولة من أجل تحقيق استقلالها، وهذا ما نفعله. اليوم هو يوم عيد استقلال مهم جدا لنا في بلادنا، هو ليس بالأول، ولكن اليوم ندرك كم يجب كم من المهم الاحتفاء بهذا اليوم. منذ أكثر من 30 عام حين انهار الاتحاد السوفيتي كان هذا الاستقلال هدية، والآن نحن نحارب من أجل الحفاظ على هذا الاستقلال، ونعرف أن حتى الولايات المتحدة تعمل على
استقلالها في العديد من الأيام في الماضية. نعرف أن الهند أيضا حاربت من أجل استقلالها ضد البريطانيين والجزائر الفرنسيين. إذن بصورة عامة نحن نرى ما تحاول روسيا فعله على أراضينا ولا سيما في الأراضي التي تحتلها، ولأي درجة لن تتوقف عن فعل ذلك، ولكن نحن نتقبل ذلك. وبالتالي إذا نظرنا إلى الرأي العام بإمكاننا أن نرى أن أكثر من 90% من الأوكرانيين يدعمون الرئيس فولودومير زيلينسكي. وحتى في حال حاول على سبيل المثال التفاوض مع الطرف الروسي والتوقيع على معاهدة سلام مع الوفد الروسي أو مع روسيا بحد ذاتها، فهذا سيعني وفاة سياسية بالنسبة له، لأن الأوكرانيين لن يوافقوا على ذلك. وإذا نظرنا إلى 6 أشهر ماضية نعرف أن 7% فقط من الأراضي الأوكرانية كانت تحتلها روسيا. وصلت الفكرة سيد مكسيم، أشكرك بهذا القدر من المعلومات من كييف، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية سيد مكسيم يالي، شكرا لك.